في ناس قاعده تبعت لي تقول ان في مجموعه من العاملين والسائقين عالقين في مرسى مطروح ومش عارفين يخرجوا، منهم سائق تريلا الحاج ابراهيم سيد معانا زوجته، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طمنيني هم فين الحاج ابراهيم واللي معاه مين؟ هو ابراهيم في طريق الرزاق. في طريق الرزاق. الرزاق. مرسى مطروح. تمام. معاه مين؟ عند بريمة 10. بريمة 10. هو تليفونه فصل دلوقتي، هو حكي لك بيقول لك ايه الوضع هناك؟ هو دلوقتي بقى لهم 3 ايام يا استاذ خيري في الجبل. ايوه. المياه عالية جدا، ما فيش عربيات تعرف تروح ولا تيجي، ولا جبل كمان اتفتح ونزل عليهم مياه. اتصلوا بالجيش واتصلوا بالشرطة، ما فيش حد استجاب ليهم، وانا ذات نفسي اتصلت النهاردة الصبح ما حدش استجاب. اللي قالوا لي ان المحافظ مضى اقرار، محافظ مرسى مطروح مضى ان هو ينزل لهم اكل ولبس وبطاطين وكنباوت كده عشان يناموا فيه. طب ودول هيجوا ازاي؟ ولا يروحوا فين؟ محدش سائل فيهم خالص، بقالهم 3 ايام. طب هما كام واحد؟ هما اكتر من 40 واحد، ناس جايه وناس رايحه ومهندسين وكلهم. طيب. يعني دول فين يا استاذ خيري؟ انت قلت لي عند بريمه 10 طريق الرزاق مرسى مطروح. مرسى مطروح. طيب، نتمنى أجهزة الدولة المختلفة وقواتنا المسلحة اللي بتساعد في مثل هذه الحالات إنها يعني تبحث حالة هؤلاء. عندنا تليفون السيدة زوجة الحاج إبراهيم سيد كنا بنكلمه بس تليفونه فصل. طبعا الناس في وقت زي ده وفي الجبل هيشحنوا منين؟ فأكيد موبايلاتهم هتخلص. واضح إن الوضع صعب هناك. نتمنى من أجهزة الإغاثة من محافظ مرسى مطروح ونسمع اخبار كويسه على نهايه الحلقه دي، يكون وصل لهم اي حد او هينتظروا للصبح، معرفش هيعملوا ايه.